بالنسبة للبلبل أول ما يشيلوه من العيش شيلوه تو صاير عندنا ذيل. أكو تمري وأكو وردي. الأرغب بالبلبل هو الوردي، وأكو عندنا طور وأكو ربة. يتميز البلبل بالنسبة لمحافظة ديالة، البلبل البدراوي والبلبل المندلاوي. أكو به نوعيتين، نوعية غرابي ونوعية عادي. أنت تريد تروضه خليه بالقاع قدام العائلة على مود يروح ويجي العائلة من يمه، ويخاف بالبداية بس بعدين يأمن. شوف هسه الحركة مالته، شوفه يروح ويرجع لأنه أنا قريب عليه. بالنسبة لهذا البلبل الطار، بس الأليف لا يختلف. الأليف هو أليف، كل ما تجي تنطيه أكل يزغزغ ويجي يتقرب عليك وياخذ من ايدك. أسعار مالته أكو يعني كبير بالنسبة للحايل، أكو بالنسبة للطار إذا لساناته ثقيلة ولساناته حلوة يوصل حتى ل 300 400 ألف 500 ولا إيش. والربا حدها 125 150 إذا زين، وإذا مو زين ب 40 و 50. هاي بالنسبة للجناي الصحيح. أكو نوعيات، أكو طفرة، أكو غرابي، أكو عادي. فالأرغب شيء هو الطفرة أغلى شيء يعني، حتى أكو بيه ينباع فوق المليون. عند بالبيت مربي بالبل من يموت كأنما واحد من جهالة، انتهت البيت كله يحزن. هالقد ما متعاوقين بيه، هالقد ما يربوه بالبيت، ياكل وياهم، يشرب وياهم، ينام وياهم، كله وياهم. هذا بالبل نوت يا متعلمين عليه كأنما واحد من جهالة. أصلا عندي بالبيت عندي 9 8، كل واحد يسوى أصبع، ما بي أحد. بعد أي يوم ما عندي بالبل أموت أنتحر إذا ما أصبع بالبل. يومية أحاجيني حاجي حاجيني حاجني. أنا هسه بعدني بالباب بالباب من أطوب، والله بعد بس يسمع عن حسي إنه يقومني عيطن الجد ما يعرفني. بس أطب أنطيه نكل إنه متعلمات راسا، هذا اللي يضرب الجناح، هذا اللي يطرى، هذا يحير إيش يسوون بس يشوفني. هذا شلون الجاهل جاهل من الطب للبيت وما أخذ له مصاصة شكليته. هذا نفس الشيء الربا من الطب للبيت وتنطيه أكل، هو راسا يضرب لك جناح، يقرا لك شو تريد يعني، يرقص، ينفش روحه، الحين شو يسوي؟